يقول أنا رجل متزوج من امرأة ولي منها 10 أولاد، وعندما تزوجتها كانت لا تصلي، فما حكم العقد في هذه الحالة؟ جدد العقد. إذا كانت وقت العقد لا تصلي ألا يجوز الزواج منها؟ لأنها كافرة، من ترك الصلاة متعمدا كفر، سواء الزوج أو الزوجة، فالعقد غير صحيح في حال ترك الصلاة، فيجدد العقد من جديد بعد التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة. تجديد العقد سهل، تجديد العقد تأخذ وليها وشاهدين ويتلفظ يقول زوجتك وأنت تقول قبلت وخلاص. نعم.